الحمد لله، أحمده سبحانه وأشكره وأسبحه وأقدسه. لم يزل بنعوت الجلال والجمال متصفا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مقرا بوحدانيته ومعترفا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، الرسول المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم المبارك واقتدى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن حب الوطن شعور صادق ينبض به القلب ويتقد منه الوجدان وتهتز له المشاعر، أطلق قرائح الشعراء وسكبت له محابر الأدباء، تغلغل في بواطن الحيتان تحت الماء، ورفت له أجنحة الطير في السماء، وخضعت له أعناق الإبل في الصحراء. إن حب الوطن حنين لم تخل منه مشاعر الأنبياء، وشوق أمض شقاف قلوب الأصفياء، وفطرة فطر الله الناس عليها. ومن علامة الرشد أن تكون النفس لبلدها تواقة وإلى مسقط رأسها مشتاقة. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل، نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. إن حب الوطن إحساس مرهف يملك على الإنسان مشاعره ويخالط دمه ويحل في سويدائه، فلا يمكن لمحب لوطنه أن يجد على بلده شيئا ولو أصابه فيه ما أصابه. بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي كرام. هذا الحب المتدفق الصافي، هذا الحب الخالص، له تأثير عجيب وفيه سر غريب، يجعل الوطن كبيرا في قلوب أهله ولو كان صغيرا، وجميلا ولو كان قفرا موحشا، وعليلا ولو كان هواؤه مغبرا، وزلالا ولو خالطته الأكتار. بلاد ألفناها على كل حالة، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، وتستعذب الأرض التي لا هواء بها ولا ماؤها عذب ولكنها وطن. تزوج معاوية ميسون الكلبية فنقلها من باديتها من خيمة أهلها إلى الشام، وهيأ لها قصرا منيفا وزخرفه بأنواع الزخارف، فخرجت ذات يوم بأفخم ثيابها وجلست في روشنها ومعها الوصائف، تسمع تجاوب الطير في أوكارها وتشم نسيم الأزهار ورائح الرياحين والنوار، فتذكرت باديتها وحنت إلى مسقط رأسها، ثم أنشدت: لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. الوطن يا عباد الله في عين من قر فيه هو عالمه ودنياه، يبنيه بوفائه ويعمره بحبه وصدق الانتماء إليه، ليكون وطنه جوهرة الأوطان وعقد جيد الزمان. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عمر الله البلدان بحب الأوطان. والوطن عزيز، صاحبه عزيز، من كان له وطن فإنه سيحيا عزيزا ويموت عزيزا إن مات في تراب وطنه وفي سبيل تراب وطنه. الوطن يعز صاحبه إن كان فيه، أنت إذا كنت في وطنك وبين أهلك وأحبابك تشتد روحك ويقوى قلبك وتسمو نفسك
وترتفع هامتك. قيل لأعرابي: ما الغبطة؟ قال: الكفاية ولزوم الأوطان والجلوس مع الإخوان. قيل: فما الذلة؟ قال: النزوح عن الأوطان والتنقل في البلدان، وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. عباد الله، هذه المكانة السامقة والمرتبة العالية التي حظي بها الوطن ثابتة في ديننا، مؤكدة في كتاب ربنا، فقد قرن الله عز وجل الوطن بالدين، فقال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وقرن الله حب الوطن بحب النفس، فالوطن كما قيل حبه عديل الروح. قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وجعل الله عز وجل النفي عن الوطن عقوبة في الدنيا. قال تعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. والمحاربون عقوبتهم في الدنيا الإبعاد والنفي والإخراج عن الوطن. قال تعالى: أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وجعل القرآن الكريم الدفاع عن الوطن جهادا، كما قال تعالى: قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. هذا هو حب الوطن في القرآن العظيم، وهذه هي مكانته. عباد الله، وإذا ذكر الوطن وحبه ذكر سيد الورى وخير من وطئت قدمه الثرى، رسولنا المصطفى ونبينا المجتبى صلى عليه بارئ العباد. ما أمطرت سحب وسال وادي، فقد كان في حبه لوطنه مضرب الأمثال. كان سحابة من حب لوطنه الذي أكنه، ولبلده الذي ضمه وأظله. فهذه مكة أحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما. لما فجأه الوحي في غار حراء رجع إلى خديجة ترجف بوادره، فذهبت به إلى ورقة بن نوفل، فلما قص عليه ما رأى قال له ورقة: لتكذبن، يعني قومك سوف يكذبونك في المستقبل. فلم يتأثر، ثم قال له: لتؤذين، سيؤذونك. فلم يتأثر، ثم قال: يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. لما سمع الإخراج عن الوطن انتفض واهتز وقال: أو مخرجيهم؟ لم يقل أمكذبيهم، ولم يقل سيؤذوني، وإنما قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ولما خرج من مكة نظر إليها ووقف وقفة استعبار، ينظر إلى مكة نظرة وداع، ينظر إلى سهولها وأوديتها وجبالها، ويقسم قائلا: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ثم حمل حبها في قلبه وذهب إلى المدينة، لكنه بقي يحن على مكة. الحنين إلى مكة ظل ملازما له وهو في المدينة، لا يفتأ يذكر المدينة، لا يقدم أحد من مكة إلا سأله عنها. قدم أصيل فسألته عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: كيف تركت مكة يا أصيل؟ يعني أعطنا أخبارها. فأخذ يعدد أخبارها، قال: تركتها وقد أخصب جنابها وابيضت بطحاؤها وأقدق إذخرها وأسلت ثمامها. فذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: حسبك يا أصيل لا تحزننا، حسبك يا أصيل لا تحزننا. ثم دعا ربه أن يقذف في قلبه حب المدينة كما أنبت في قلبه حب مكة، لأن الأوطان تعمر بالحب وصدق الانتماء. فدعا ربه قائلا: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد. فصارت المدينة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى درجة أنه كان يستشفي بترابها. إذا
شعر بالوجع ومسه الألم أخذ أصبعه ونفث بأصبعه حتى يبل الأصبع، ثم يضع الأصبع على التراب فيعلق بالأصبع شيء من التراب، ثم يضعه على مكان الألم ويقول: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذا هو الوطن، وهذه هي منزلته، وهذه هي الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، وهذا أيضا هو موقع الوطن في القرآن الكريم وسيرة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، عباد الله، بعض الأوطان من حولنا قد تخطفتها يد الإرهاب والقتل والتخريب والتدمير، فذهب أمنها وسفكت دماء أهلها وتنقصت معيشتها حتى صار البقاء فيها جحيما لا يطاق. وأنتم يا عباد الله بفضل من الله ومنه تنعمون بعيش كريم في بلد آمن مطمئن مستقر، يأتي رزقه إليه رغدا من كل مكان. وهذه والله نعمة عظمى وهبة من الرحمن كبرى، مهما شكرنا ربنا فلن نجزيه، ومهما أثنينا عليه فلن نبلغ حق الثناء عليه لهذه النعمة التي تفضل علينا بها، نعمة الأمن، نعمة الأمن في الوطن. ونحن نرى هذه الدول من حولنا يتخطف الأمن فيها، ولا حياة فيها ولا قرار فيها. فواجب علينا إخواني وأخواتي أن نحرص على هذه النعمة، وأن نستشعر هذه النعمة وأن نحس بها، ثم واجب علينا أن نقوم بواجب شكرها والمحافظة عليها، وأن نحقق بصدق المواطنة الصالحة. المواطنة الصالحة ليست بالأقوال والشعارات، ولا بالأناشيد والهتافات، ولا بالاحتفالات والمسيرات التي يكثر فيها العبث والأذى والطيش والسفه، وإنما تتحقق المواطنة الصالحة بالأفعال القائمة على أداء الحقوق والواجبات، المنبثقة من محبة صادقة وولاء راسخ وانتماء ثابت، تزول الجبال ولا يزول. عباد الله، إن أعظم الواجبات وأهم المهمات وأولى الأولويات التي يجب علينا أن نحافظ عليها لنصون وطننا وبلدنا هو المحافظة على أمنه واستقراره. الأمن نصف العيش، لا حياة ولا عيش بلا أمن. وطن لا أمن فيه معطن ضيق وخراب بور، لا يعيش فيه إلا الغربان. قل لي بالله عليك، كيف يهنأ لك العيش في وطن لا تأمن فيه على نفسك ولا على عرضك ولا على مالك؟ كيف يطيب لك العيش في بلد مضطرب، الحياة فيه قلقة، الموت يتربص بك في كل مكان، في بيتك وفي الشارع وفي العمل وفي الجامعة وفي كل مكان، حتى المساجد، حتى بيوت الله امتدت إليها يد الإرهاب. كيف تطيب لك الحياة في بلد تخرج من بيتك لا تأمن فيه على أهلك وأولادك؟ هذا الكلام الذي أقوله إليكم ليس نسيج الخيال، وإنما هو واقع يعيشه كثير من المسلمين. كثير من المسلمين يعيشون هذا الواقع
انظروا إلى الدول من حولكم ممن سلب أمنها، فإن لكم فيها عبرة وعظة ومثلا وموعظة، فاذكروا يا عباد الله هذه النعمة العظيمة، اذكروا وتذكروا واستشعروا نعمة الله عليكم أن بسط في بلادكم الأمن، الأمن تعيشونه واقعا اليوم، فحافظوا على هذا الأمن ليكن شعارنا ولسان حالنا ومقالنا: أنا خفير على أمن وطني. لأن الأمن مسؤولية الجميع، ليس مسؤولية الجهات الرسمية ولا الجهات الأمنية، وإنما مسؤولية كل فرد يعيش في هذا التراب ويعيش على هذه الأرض. يجب على الجميع أن يقوموا بواجبهم في المحافظة على الأمن، فالأمن أمانة في رقابنا جميعا، كلنا في سفينة واحدة، من خرقها أغرق الجميع. الأمن الأمن عباد الله، الأمن الأمن عباد الله. أسألكم سؤالا مباشرا: ما هي الشرارة التي إذا انطلقت أحرقت الوطن وقوضت بنيانه وسلبت منه أمنه؟ إنها الفتنة النائمة، لعن الله من أيقظها، الفتنة التي تفرق الكلمة وتفرق الصف وتفرق المجتمع. وأعظم هذه الفتن وأنكاها وأشدها وأعتاها الفتنة الطائفية. الفتنة الطائفية لم تدخل في بلد إلا دمرت، ولا في نظام إلا قوضت، ولا في مجتمع إلا مزقت. أرى خلل الرماد وميض جمر، ويوشك أن يكون له ضرام، وإن النار بالعيدان تذكى، وإن الحرب مبدأها كلام. فاحذروا الطائفية والطائفيين، قولوا للطائفيين بلسان واحد: كفوا عنا جشاءكم، لا مقام لكم بيننا، حافظوا على تماسككم ووحدتكم، سدوا الطريق أمام الانتهازيين الذين يقتاتون على الخطاب الطائفي. لا نقول أن تتخلى كل طائفة عن عقيدتها ومذهبها، فهذا ما لا يمكن أن يكون، ولكن الواجب علينا والمطلوب أن ننأى بأنفسنا عن الخطاب الطائفي والتنابز بالألقاب والخطاب الاستفزازي، أن نحافظ على التعايش الذي يحمي الحرمات ويصون الحقوق والواجبات. وهذا هو الذي جبلنا عليه بحمد الله على مدى قرون، وسنبقى كذلك بإذن الله. فالكويت صدر فسيح لكل أبنائه، وحضن دافئ لرجاله ونسائه على اختلاف توجهاتهم وجهاتهم وطوائفهم وأطيافهم. عباد الله، المواطنة الصالحة لها مظاهر، من أبرز مظاهرها أن يقوم كل واحد منا بواجباته ومسؤولياته. لا تسأل فقط عن حقوقك، بل يجب عليك أن تؤدي واجباتك والتزاماتك. يجب على كل واحد منا، الموظف الصغير والمسؤول الكبير، أن يؤدي الواجب الذي عليه، لأنها مسؤولية وأمانة. فأد الذي عليك وسل الذي لك، إن منعت الذي لك لا يعني هذا أن تترك الذي عليك، كما نطق بذلك الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. من مظاهر المواطنة الصالحة أن نحمي الأموال العامة، فلا تمتد يد على مال عام، لا الكبير ولا الصغير، كل يد تمتد إلى مال عام تقطع. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. من مظاهر المواطنة الصالحة القيام التفاني بخدمته، والقيام بالواجبات الذي علينا، وأن نحرص على المحافظة على مرافقه وسلامتها ونظافتها. من مظاهر المواطنة الصالحة أن نحرص على سمعة الوطن، لا سيما في الخارج، كل واحد منا سفير لوطنه، يقدم وطنه بالصورة المشرقة وبالمظهر اللائق. لست مسؤولا عن نفسك
وإنما تحمل هويتك وصفتك الذي يجب عليك أن تؤديها بحقها. من مظاهر المواطنة الصالحة عباد الله الدفاع عن الوطن والذود عن حياضه وبذل المهج في سبيل الدفاع عنه، والموت في سبيل ذلك شهامة وشهادة، كما قال تعالى: قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. من مظاهر المواطنة الصالحة احترام رموز الوطن ورجاله وتوقير ولاة أمره بلا غلو ولا مداهنة، وإنما إنزال للناس منازلهم. فلا يجوز بحال بحجة أن هذه شخصية عامة أن نفتئت عليها وأن نستطيل بها وأن نفتري عليها وأن نتكلم فيها بغير حق. من حقك أن تنتقد الآراء والكلمات، لكن ليس من حقك إطلاقا أن تتعرض للشخوص وأن تتكلم في النيات وأن تخوض في أمور باطلة لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان. من مظاهر المواطنة الصالحة، وبها أختم، الدعاء للوطن. فالدعاء تعبير صادق عن مكنون الفؤاد، فهذا نبي الله إبراهيم دعا لمكة، قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة وقال: اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، وانقل حماها إلى الجحفة. فواجب علينا وحق علينا أن نجتهد في الدعاء لوطننا، وأن نتحرى أوقات الإجابة، أن ندعو الله عز وجل أن يحفظ هذا الوطن من مكر الماكرين وكيد الكائدين وتربص المتربصين، وأن يحفظ لهذا الوطن أمنه وأمانه وإسلامه وإيمانه، وأن يحفظ لمجتمع وأهل هذا الوطن تلاحمهم وترابطهم ووحدتهم وتماسكهم. بلادي هواها في لساني وفي دمي، يمجدها قلبي ويدعو لها فمي. ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه، فقد قال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الآل والصحب، وعنا معهم بمنك وعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لرضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لرضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لرضاك. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تحضه على الخير وتدله عليه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، ونفس كرب المكروبين. اللهم جد وتفضل على والدينا. اللهم زد وتفضل على والدينا. اللهم من كان منهم حيا فأنله الحسنى وزيادة، واختم له بالسعادة، ومن كان منهم ميتا فارحمه برحمتك، وادخله جنتك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا، اعتدلوا.
أقيموا صفوفكم. يتم الصف الأول في الأول وتراصوا في الصف. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الله
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله وعليكم.